ليه الأمهات بيروحوا المدرسة مع الولاد؟ يعني أنت بتحمله جهد نفسي أنا في رأيي، وبتضعه في حرج شديد، ما أنا بشوف ملهاش لازمة. والمشهد ده مش موجود غير عندنا أهو، ده يعني الثانوية العامة شيء بايخ في الدنيا، ده بجد دي بتجربتي يعني. بس أنا ما شفتش حتة في الدنيا الأمهات بيفضلوا قاعدين على باب المدرسة لحد ما العيال تخلص امتحان، شيء عجيب غريب مريب. خليني هنا اخد معانا على تليفون دكتور محمد الحديدي، استاذ الطب النفسي بجامعه المنصوره. حديدي الحديدي دول قرايبنا. ازيك يا دكتور؟ اهلا استاذ يوسف، عامل ايه يا دكتور محمد؟ كله تمام، كله تمام، منور دايما يا رب. تمام، بنورك بنورك استاذ المشاهدين. اصل الحديدي قرايبنا بجد، لان انا خلاني من دمياط. يا حبيبي فالحديدي كلنا قرايب. مش كده؟ ربنا يخليك يا دكتور، ده احنا نتشرف. لنا الشرف، لنا الشرف. دكتور محمد، المشهد الذي لم ينقطع بتاع ذهاب الأمهات مع أولادهم لامتحانات الثانوية العامة، هو ده بيبقى سببه إيه؟ وفي نفس الوقت برضه تأثيره إيه على الولاد؟ طيب، المشهد ده بيدل على حاجة مهمة جدا أو حتتين مهمين جدا. إحنا عندنا في مشكلة إن إحنا دايما الأمهات متصقين بأولادهم التصاق شديد جدا، تمام، وبيبقى في دايما حاسين ان اولادهم مش هيقدروا يعتمدوا على نفسهم لوحدهم، دايما ان في اولادهم ضعيفين لو مش موجودين او ان هم مش في ظهرهم. وللاسف الاحساس ده بيبقى عندهم وبيتثبت بشكل كبير جدا بالتصاق الام لابنها في اي موقف من المواقف اللي هي بتعتقد ان الموقف ده موقف خطير او موقف مهدد لحياته. حتى لو موقف زي امتحان ثانويه عامه هي مش هتخش مع اللجنه ولا ده، بس احساسها ان ابنها مش هيقدر يواجه اي موقف من هذه المواقف لوحده، فبتروح وتلزق معاه وتفضل واقفه معاه وتفضل موجوده بره، احساسا منها او اعتقادا منها ان هي كده بتدعمه وان هي كده بتديله الثقه والامان. الا ان ده بيدي انطباع سلبي عند الطفل. ليه بقى؟ لحاجتين. اول حاجه ان هو ده موقف ما بيحصلش في الظروف العاديه، يعني هو مش كل ما هيمشي في الشارع، كل ما يروح في حته مامته هتيجي معاه، فمعنى انه بيلاقيها جايه وقاعده بهذا الوضع يبقى الموقف شكله يقلق، وبالتالي هيزود القلق وهيزود التوتر بشكل كبير لدى الطفل. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه هيفضل دايما وهو بيحل قاعد بيفكر في والدته، هطلع بره هقول لها ايه زي ما حضرتك كنت بتوصف كده، لغايه دلوقتي حضرتك شوف حضرتك عديت عمر طويل وما زلت متذكر ان انا بره هطلع هقول لها هتسالني السؤال وهقول لها ايه واصحابي هيقولوا ايه. طب فالطفل وهو في لجنه الامتحان ممكن تركيزه يبقى مشتت ما بين ان هو هيقول لها ايه وهيطلع يعمل ايه، طب لو جه سؤال صعب هعمل ايه، وده نفسه ضغط عصبي جدا شديد على الولد وممكن يخرجه من الاحساس بتاع الامتحان والامتحان. المفروض ان احنا يعني نعود اولادنا اولا على الاستقلاليه وان احنا بنديهم ثقه، احنا واثقين فيكم وان انتوا شاطرين وان انتوا عملتوا اللي عليكم وبذلتوا مجهود طول السنه، فمش محتاجين اكتر من ان انت تبقى هادي في الامتحان وتعمل اللي عليك وربنا هيوفقك. لكن احساسنا اللي هي الاحساس الام عشان تطمن نفسها هي في الواقع بتدي انطباع للاولاد ان هو يقلق. في حته بقى ملحوظه موجوده كمان، ان بدات الاحظ في الفترات الاخيره ان دلوقتي الموضوع ما عادش ثانويه عامه بس، لا كمان في الاعداديه وفي كتير في امتحانات الثانيه العادي النقل بدات تحصل، وبدات الامهات زي ما يكونوا عاملين نادي الصبح بييجوا في الميعاد ده يقعدوا يتجمعوا ويقعدوا يحكوا مع بعض ويتصاحبوا مع بعض ويقضوا اليوم بشكل زي كده ويخرجوا، فبقت الموضوع اكتر منه كمان شكلا وحاجه زي ثقافه، للاسف ما هياش حاجه ايجابيه. صح. ولكن زي ما قلنا هي بتدي انطباع سلبي للولد. وبقى في ناس كتير بيروحوا يقعدوا الحكايه دي ويبقوا قاعدين بره مستنيين بقى ايه الاخبار، ايه الامتحان، عامل ايه، الامتحان صعب. ممكن تبص لو عرفوا ان الامتحان صعب يبداوا يهيصوا بره ويعملوا صوت، والاولاد جوه يبقوا سامعين الامهات بره، وكل ده
ممكن تكون إشاعة وما يكونش في امتحان صعب ولا أي حاجة، ولكن القلق ده بيوصل أولاد جوه. عشان كده إحنا مش محتاجين المنظر زي ما حضرتك بتقول، هو منظر فعلا سيء سلبي مش بيدل على نضوج الأولاد أو بيدل على الانفصال الطبيعي للطفل عن أهله اللي هو لازم يحصل ويبدأ يعمل. والحاجة التانية إنه يدي للطفل أو الولد ثقة بالنفس إن هو خلاص بقى كويس وعمل اللي عليه ومش محتاج أكتر من إن هو رايح امتحان عادي زيه زي أي امتحان، وإن شاء الله ربنا هيكرمه نتيجة إن هو ذاكر زي ما حضرتك قلت. أيوة. وبعدين طب الواد ما ذاكرش، يقول لك أصل أنا رايح معاه لأن أنا عارفة إنه ما ذاكرش، هتعملي له إيه؟ هتعملي له إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. شيء غريب عجيب والله، مش هيبطلوا ابدا. انا بشكرك جدا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا. دكتور محمد الحديدي استاذ الطب النفسي بجامعه المنصوره.